بس من الجزائر. معروف ان التطرف هو او التطرف الديني هو اسلوب مغلق في التفكير، وايضا يتسم بعدم تقبل اي معتقد مخالف لمعتقد الشخص. وهذا ما لمسته من خلال تجربتي الشخصيه لما سافرت الى بلجيكا. نشرت بعض الصور ملتقطه لي من كنيسه ما، من كنيسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد نشرها انهال علي كم هائل من الرسائل، انهال علي كم هائل من الرسائل، انه لا يجوز ذلك بحجه انك انت مسلمه ترتدين حجاب، لا يجوز تواجد في مكان تعبد الكفار بين قطرين. لهذا ارى ان اهم سبب للتطرف الديني هو غياب الصحيح للدين، او غياب الفهم الصحيح للدين. لذا أرى لا حل للتطرف إلا بإعطاء الاستقلالية الحقيقية لمؤسسات التوجيه الدينية، والتوقف عن توظيفها كأداة لحشد وتأييد جهة معينة، وأيضا فتح مجال للحركات الواعية للتصدي لهذا الفهم الخاطئ.